السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي. أهلا بكم مرة تانية بعد ما شرحنا الوحدة التانية درس من كتاب المعاصر وكمان حلينا التمرينات. تعالوا يلا نحل تمرينات الوحدة التانية بالكامل من كتاب الباهر. بس قبل ما نبتدي يلا اللي مشتركش في القناة يشترك بسرعة، واللي مفعلش الجرس يفعل الجرس عشان تجيله تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية إن شاء الله. طبعا بدايتنا مع الدرس الاولاني في صفحة 66. السؤال الاولاني طبعا سؤال listening، المفروض ان انا بستمع للقطع اللي المدرس بيقولها لي وبعد كده بشوف الجمل اللي هو مديها لي دي صح ولا خطأ، true ولا false. هنسمع مع بعض. بيقول لي Anas and Saif are talking about sports. Anas loves squash. Saif is good at playing tennis. But he is bad at playing handball. Anas is bad at playing tennis, but he loves football. They want to go to the club and play a game of football. تعالوا نشوف حبايبي بقى أول جملة. بيقول لي Anas and Saif are talking about animals. يا ترى أنس وسيف بيتكلموا عن الحيوانات؟ هتقول لي لا طبعا يا مصر، هما كانوا بيتكلموا عن السبورتس، يبقى دي false. طب تعال نشوف يلا الجملة التانية. بيقول لي سيف loves tennis، بيقول لي ان سيف بيحب التنس. طبعا هو في القطعة اللي سيف is good at playing tennis، يعني جيد في لعب التنس، يبقى اكيد true، صحيح. الجملة التالتة بيقول لي Anas is good at playing tennis، Anas جيد في لعب التنس. طبعا false، لان قال لي ان Anas is bad at playing tennis. نمبر 4 بيقول لي they want to play a game of football، عايزين يلعبوا مباراة كرة قدم. هتقول لي ايوه true. تعال نشوف يلا السؤال التاني مع بعض. مديني كلمة سيلينج حبايبي اللي هو الابحر، ومديني كلمة سكواش اللي هي لعبة السكواش، ومديني طبعا كلمة واتشينج اللي هي معناها يشاهد او المشاهدة، وعندنا كلمة great طبعا بمعنى عظيم. بيقول لي what are you a، طبعا شكل ما شفنا في المحادثة كان بيقوله what are you watching، وانا قلت حبايبي am is are بيجي وراها verb plus ing. طبعا اللي عايز يتفرج على شرح الدروس دي تاني هيرجع للدروس اللي انا سايبها لك في صندوق الوصف. طبعا هنا هقول what are you watching، يعني ماذا تشاهد. تاني what are you watching، ماذا تشاهد. فقال له an old a match، طبعا match ايه قديم، برافو عليكم، squash، an old squash match. فصفية بتقول لها do you like squash، هل انت بتحب السكواش؟ فراح قالت لها yes it's a، طالما قالت لها ايوه يبقى اكيد هتقول على السكواش عظيم، وعظيم حبايبي اسمها great، great. فصفية بتقول لها what other sports do you like، يعني ايه الرياضات التانية اللي انت بتحبيها. فرحمة قالت لها my favorites are، وانا قلت لكم حبايبي لما يجمع favorites ما ينفعش اجيب بعدها sports، طالما جمع كلمة favorites فده اسم جمع ما ينفعش اجيب وراء اسم. فقول my favorites are swimming and، يعني الرياضات المفضلة عندي هي السباحة وكمان sailing، sailing حبايبي اللي هو الابحار. تعال نشوف مع بعض يلا سؤال التوصيل. بقولي what sport are، طبعا ده سؤال يبقى بدور هناك على علامة الاستفهام في اتنين. يا ترى هقول what sport are you want to play football، طبعا اكيد مش ماشي خالص. امال هقول what sport are you good at، شكل ما شفنا في الدرس بتاعنا بسأل ما الرياضة اللي انت جيد فيها. فطبعا واحد هوصلها بسي، she is very good، يعني هي جيدة. احنا قلنا حبايبي good بتاخد حرف الجر at، جميل، وجود at بيجي وراها verb plus ing، فبالتالي هقول she is very good at playing tennis. هوصل number 2 بA. I'm better at tennis، طالما حبايبي قبل better يبقى ديت صفة تفضيل، فبالتالي لازم اجيب معاه than. I'm better at tennis than I am at football، يعني انا كويس او افضل في التنس من كرة القدم، فبالتالي هوصلها بD. طيب number 4 بقولي what time do you، يعني ايه الوقت اللي انت، what time برضو ده سؤال، يعني متى. يبقى فين السؤال، ادي السؤال التاني، يبقى what time do you want to play football، يعني ايه الوقت اللي انت عايز تلعب في كورة، متى تريد ان تلعب كرة القدم، يبقى what time do you want to play football. تعال حبايبي يلا نشوف سؤال الترتيب. بقول playing I am bad at tennis، طبعا انا خدت good at و bad at اللي بيجي وراها verb plus ing، فحقول I am bad at، bad at big or over plus ing، by playing وبعدين tennis.
تعالوا حبايبي الجملة اللي بعدها watching karate I love kung fu and طبعا هنا I أنا هجيب وراء الفعل حبايبي يبقى love وانا love في وراء verb plus ing يبقى I love watching يعني أنا بحب مشاهدة حبايبي قلت بقى karate الأول أو قلت kung fu الأول مفيش مشكلة خالص يبقى I love watching karate and kung fu تعال نشوف نمبر 3 بول تايم فوتبول وانت تو وات دو بلاي طبعا السؤال ده متكرر لي لسه في التوصيل عايز اقول امتى انت عايز تلعب كره قدم يبقى هقول حبايبي وات تايم وات تايم دي معناها متى يبقى هجيب ورا وات تايم فعل المساعد بتاعي دو يبقى وات تايم دو الفعل بتاع حبايبي يو يبقى وات تايم دو يو الفعل بتاعي وانت تو وانت تو يعني تريد ان اجيب وراها want to be وراها فعل في المصدر يبقى want to play ايه هقول فوتبول يبقى هيطلع السؤال بتاعي what time do you want to play football يعني امتى تريد ان تلعب كرة قدم تعال نشوف السؤال اللي بعده عندنا good at sport you what and are طبعا انا حافظ السؤال ده بقى خلاص من المحادثة اللي موجودة في الدرس يبقى اذا هقول what sport يعني ما الرياضة فعل المساعد بتاعي are فعل بتاعي you good at يعني ايه الرياضة اللي انت جيد فيها تاني ايه الرياضة اللي انت جيد فيها تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الباراجراف بتاعنا اللي بيقول لي your favorite sport يعني رياضتك المفضلة وجايب لي طبعا كرة القدم يبقى لازم اتكلم عن الصورة اللي هو جايبها لي وقلت حبايبي طالما هتكلم عن الفيفورت سبورت الرياضة المفضلة يبقى لازم ابدأ بالجملة دي اوعى تنسى اسيب فراغ في الاول I like sports I like sports حبايبي يعني انا بحب الرياضة وبعدين هقول بقى رياضتي المفضلة هي ايه my favorite sport يعني رياضتي المفضلة is football اللي هو طبعا جايبها لي فين حبايبي في الصورة full stop لازم ابدأ بكابيتال ليتر طيب طالما رياضتي المفضلة هي كرة القدم يبقى اذا انا جيد في لعبها هقول I am good at playing it يعني انا جيد في لعبها طيب المفروض بقى حبايبي طالما بتكلم عن الرياضة المفضلة هقول بلعبها فين بلعبها مع مين وبلعبها امتى وقد ايه فالمفروض الاول اقول انا بلعبها فين يبقى اذا هقول I play football at the club يعني انا بلعبها في النادي طب بس كده لا لازم اقول العبها مع مين مع اصدقائي يبقى I play football with my friends طيب المفروض بقى بقول بلعبها كم مرة مثلا في الاسبوع يبقى هقول I play football انا بلعب كرة القدم 3 times يعني 3 مرات a week حبايبي يعني في الاسبوع وبعد كده لازم اختم اقول ان هي رياضة شيقة فاقول it's an interesting sports يعني هي رياضة شيقة جدا يبقى حبايبي وانا بكتب الباراجراف لازم اسيب الاندنت في الاول بعد نهاية كل جملة بحط في الستوب وابدأ بكابيتال ليتر ولازم خطي يبقى منظم وجميل تعالوا نشوف يلا سؤال البنكتويشن بيقول لي she is very good at swimming طبعا الاس بتاعت she capital عشان في اول الكلام is ناصح يا حبايبي برافو عليك وابو صرفي very good at swimming يعني هي جيدة فين حبايبي في السباحة في الاخر احط في الستوب تعال حبايبي يلا نروح على صفحة 70 ودي مديني فيها تمرينات على الجزء الاول من الدرس الثاني واللي كان بيكلم لي فيه على good at و bad at اللي بيجي وراها اسم او فعل فيه ing بقول مريم is good at a football طبعا good at هيجي وراها verb plus ing فيبقى playing علي is very good at a poems طبعا poems اللي هي القصايد طبعا good at هيجي وراها verb ing فهتبقى writing
عمرو is bad at ايه فرنش، عمرو سيء في ايه الفرنساوي، يبقى هقول له speaking برضو عشان bad at be جرى verb plus ing. my children يعني اولادي are great at، نفس الكلام great at يعني جيدين في، at their mom in the kitchen هقول helping يعني جيدين في مساعدة مامتهم في المطبخ. number 5 بقول I'm good at a Arabic، برضو good at هيجي وراها verb ing يبقى أنا جيد في قراءة العربي. number 6 بقول monkeys are good at climbing trees يعني القرود جيدة في تسلق الأشجار، يبقى good هتاخد حرف الجر at، برافو عليكو. number 7 بقول my sister is bad at playing the piano، هقوله برضو bad بتاخد حرف الجر at، يبقى أختي سيئة في لعب البيانو. number 8 بيقول لي the camel is good at a cross the desert، طبعا الحقائق دي حبايبي لازم أعرفها ولازم أقراها كويس وأحفظها، ده ممكن تجيلي في الترتيب. بيقول لي إن الجمل جيد في إيه؟ عبر الصحراء، يبقى إذا في المشي فيبقى walking عشان good at. ريم is bad at أكيد drawing، طب آسر is good at أكيد playing، I'm good هتقول لي at، وهنا جود ات جاي وراها اسم حبايبي مش جاي وراها فيرب اي ان جي. اي ام باد هتقول لي ات. طيب وات سبورت ار يو جود، هقوله برده جود هتاخد حرف الجر ات. اي ام باد ات، طبعا باد ات هيجي وراها اسم او فعل في اي ان جي، طبعا اكيد هقول انا سيء في كرة اليد، مش هقول طبعا انا سيء في الرز ولا في اللحمه. طب اللي بعدها بقول وات ار يو باد، هقوله باد برده بتاخد حرف الجر ات. تعالوا حبايبي يلا نصحح الافعال اللي بين الاقواس دي. بقول لي I am good at play handball، حاولوا لأ good at be جرى verb plus ing يبقى playing. تاني اللي بعدها بقول لي my sister is very good at write stories، حاولوا لأ writing، بس عايزك تلاحظ حاجة ان انا هشيل الاي لما اجي احط ing. عمر is bad at speak Chinese، حاولوا لأ speaking لان bad at be جرى verb plus ing يعني عمر سيء في التحدث بالصينية. number 4 بقول they are great at help their dad on the farm، هقوله تبقى helping ان great at هيجي وراها verb plus ing يعني هم جيدين في مساعدة طبعا ابوهم في المزرعة. تعالوا يلا حبايبي نشوف الجزء الخاص بالماث واللي موجود في صفحة 72، وبرضو اللي عايز يرجع للشرح هيلاقي الشرح بتاع الدرس موجود في صندوق الوصف ازاي بنجمع ونطرح الكسور العشرية. طبعا هنا مديني 7.983 plus 5.432 بقول لي يا ترى بيساوي يعني رقم من دول. طبعا حبيبي قلت عشان اجمع اي كسر عشري لازم الاول احطه بشكل عمودي. طيب احطه بشكل عمودي ازاي؟ قال لي لازم الديسمال بوينتس تبقى فوق بعضها بالمنظر ده، وبعدين اكتب هنا 7 واكتب تحت 5، وبعدين هكتب الارقام اللي جنبها ادي 9، وسع كمان عشان يبقى الموضوع سهل وبسيط، وادي 8 وادي 3، طب تحت قال لي 4 3 2. يلا بقى تعالوا نجمع 3 بلس 2 is 5، 8 بلس 3 هتقول لي 11، طب يا مصر هكتب ال 11؟ هتقول لي لا طبعا هكتب 1، وروح بال 1 التاني فين؟ فوق التسعة، فتبقى 10، تبقى 10. 10 plus 4 is 14، طب هكتب ال 14؟ هتقول لي لا هكتب ال 4 بس وحط البوينت، طالما هنا العلامة بعد 3 أرقام يبقى لازم برضو العلامة هنا تبقى بعد 3 أرقام. وبعدين يا مستر قال لي في هنا 1 هحطه على 7، 7 هتبقى 8، طب 8 plus 5 هتقول لي 8 plus 5 is 13، هتطلع حبايبي 13.415. فين الإجابة دي؟ هتقول له يا مستر اهي. تعالوا نشوف يلا المسألة التانية. بقول 9.076 plus 8.894 يا ترى هيدينا اي رقم من دول؟ يبقى برضه هقول له انا هحط الارقام بشكل عمودي، الديسيمال بوينت فوق بعضها وارتب الارقام. يلا تعالوا نجمع 6 plus 4 is 10، حط الزيرو، 1 is here، 1 plus 7 is 8، 8 plus 9 is 17، يبقى احط ال 7 بتاعتي، and 1 plus 0 is 1، 1 plus 8 is 9، يلا نحط البوينت بتاعتنا، وبعدين 9 plus 8 is 17، هتطلع 17.970. فين الرقم ده؟ هتقول لي 17.970. تعال نشوف المسألة اللي بعدها. بقول لي 60.678
خلي بالكوا بقى احنا يا حبايبي ان هي ماينس 50.356، يا ترى هيطلع انهي رقم من دول؟ شكل ما قلنا برضو هحط الارقام بشكل عمودي، طبعا هنا الرقم الاكبر هيبقى فوق وبعدين الرقم الاصغر تحت بالمنظر ده. تعالوا بقى يلا نطرح 8-6 is 2، 7-5 is 2، 6-3 is 3، حط البوينت بتاعنا 0-0 is 0 and 6-5 is 1، هتطلع 10.322. فين الرقم ده؟ هتقول لي اهو يا مستر 10.322. المسألة اللي بعدها بيقول لي 129.675 minus 6.231، يا ترى حاصل الطرح بتاع دول هيبقى ايه؟ هقول له نفس الفكرة، هحط برضو الرقمين بشكل عمودي. وبعدين يا مستر قال لي لو هنا الارقام مش متكافئة عادي جدا ممكن اكافئها ازاي؟ يا اما احط صفار على اليمين يا اما احط صفار على شمال، العلامة ما بيبقاش لها اي قيمة. يعني انا ممكن احط هنا 0 0، قال لي اه. طب لو هنا مش متكافئ، قال لي لازم اكافئها، يعني هنا لو 3 لازم يبقى 3، 2 هنا لازم يبقى 2. تعالوا يلا نطرح 5-1 is 4، 7-3 is 4 and 6-2 is 4، يلا نحط البوينت بتاعتنا 9-6 is 3، 2-0 is 2، 1-0 is 1. طلعت حبايبي 123.444. فين حبايبي الرقم ده هنا؟ هنقول هذا الرقم بتاعنا. يبقى لازم احل المسألة الاول قبل ما اختار. تعالوا نشوف حبايبي يلا المسائل اللفظية اللي هو مديها لي. بقول لي if one tree is 3.459، لو في شجرة طولها 3.459 and another tree is 2.753، وشجرة تانية طولها 2.753 متر. What's the difference؟ وانا قلت لكم حبايبي كلمة difference دي يعني الاختلاف، واختلاف يعني مسألة طرح يعني ناقص. طيب طالما هي مسألة طرح يبقى لازم احط الرقمين بشكل عمودي، ادي الديسمال بوينت لازم تكون فوق بعضها، وبعدين هكتب الرقم الكبير فوق 3-4-5-9، طب الرقم الصغير تحت 2-7، لازم الارقام تحت بعضها 5-3. تعالوا يلا نطرح مع بعض 9-3 هتقول لي 6، 5-5 is 0، 4-7 هتقول لي لا يا مستر مش هتنفع لان الاربعة اللي من السبعة. طيب اروح هناك اخد واحد منين؟ من الثري بتاعتي. طيب فدي هتبقى 2 ودي هتبقى 14-7 is 7، حط البوينت بتاعتنا 2-2 is 0، يطلع الفرق حبايبي 0.706 meters. تعال نشوف حبايبي يلا المسألة التانية. بقولي جيهان ران 3.567 kilometers on Sunday and 5.258 kilometers on Tuesday. What's the total؟ قلت لكم حبايبي اول ما قولي total دي معناها المجموع، يبقى اذا المسألة دي مسألة ايه؟ هتقول لها مستر يبقى مسألة جمع. تعالوا يلا نحط ارقامنا شكل ما بنعملها، ادي البوينت بتاعتي decimal points فوق بعض، عندنا 3, 5, 6 and 7، 5, 2, 5 and 8. يلا تعالوا نجمع 7+8 is 15، حط الفايف بتاعتي والون هنا يبقى 7، 7+5 is 12، حط التو بتاعتي هنا 1، نروح الفايف يبقى 6، 6+2 is 8، حط البوينت بتاعتي 3+5 هتقول لي is 8، تطلع 8.825، يبقى اكتب الرقم ده هنا 8.825 كيلومتر. طب تعالوا نشوف حبايبي يلا المسألة التالتة. بقول لطاهر بوت، وكلمة بوت حبايبي اسمها اشترى. بقول لطاهر بوت 2 water melons، يعني اشترى بطختين 2، 1 weighs 2.657، واحدة وزنها 2.657 كيلوغرام and the other، والتانية حبايبي weighs بتزن 3.205 كيلوغرام. find، بقولي بقى find هنا معناها اوجد. طب عايزين يوجد ايه؟ قال لي the total weight. حبايبي لما قولي the total قلنا يعني المجموع، يبقى دي مسألة ايه؟ هتقولي مسألة جمع، بحط البوينتس بتاعتي
وبعدين هكتب الرقمين 3 2 0 5، وهنا 2 6 5 7. يلا حبايبي نجمع، هنقول 5 plus 7 is، هتقول 12. طيب هيروح ال 1 هناك، يبقى ده 1 5 1 plus 5 is 6. طيب 2 plus 6 is 8، يلا نحط البوينت بتاعتنا، and 3 plus 2 is 5، يطلع التوتال بتاعنا 5.862 كيلوغرام. يبقى ده الوزن الكلي للبطيختين. طب قولي the weight difference، قلت difference حبايبي بمعنى اختلاف، وطالما اختلاف يبقى دي مسألة ايه يا حبايبي؟ هتقول يا مصر يبقى مسألة طرح. طبعا حبايبي احنا قلنا ان ده اختلاف، وطالما اختلاف يبقى انا هكتب الرقم الكبير فوق، لان الطرح لازم اكتب الرقم الكبير فوق. 0.2505. طيب الرقم اللي تحت 2.657. قلت لكم حبايبي خلي بالك من الكلام ان دي مسألة طرح. طب لما اجي اطرح، تعالى يلا 5 minus 7، هتقول لي اه يا مستر 5 minus 7، لا 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 مش هتنفع. يبقى اخد هنا، هتقول لي لا مش هينفع لان ده 0. يبقى اخد واحد منين؟ من ال 2. هنا هتبقى 9. طب وهنا هتبقى 1، وهنا هتبقى 15. طب تعالوا يلا نطرح 15 minus 7 is 8. طيب تعالوا يلا دي بقت 9 minus 5، هتقول لي اه 9 minus 5 is 4. طب 1 minus 6 هتقول لا يا مستر مش هتنفع. طب اقوم اخد واحد منين؟ من 3، فدي تبقى 2، ودي تبقى 11 minus 6، هتقول لي 11 minus 6 is 5. طيب احط البوينت بتاعتي، وبعدين 2 minus 2 is 0، فيطلع حبايبي الفرق ما بينهم 0.548، ده الفرق بين البطيختين في الوزن. وحط كيلو جرامز. تعالوا حبايبي يلا نشوف التمرينات اللي على الدرس الثاني على الجزء الاول والثاني مع بعض. بيقول لي اول سؤال وانا سؤال listening، بيقول لي هاي ام هبه، ام جود ات رايتنج بويمز، ام بيتر ات بلاينج تشيس، ماي براذر علي از جريت ات بلاينج فوتبول، هي از بيتر ات دروينج، ماي مادر از جود ات ميكينج كيكس، ماي فادر is good at reading Arabic. اول سؤال بيقول لي هبه is good at playing chess، يعني هبه جيده في لعب الشطرنج. هقول له طبعا false، لان هي قالت I'm bad at playing chess. طب علي is bad at drawing، يعني علي سيء في الرسم. هتقول لي ايوه هي قالت ان اخوها علي سيء في الرسم، يبقى دي true. طب نمبر 3 بيقول لي هبه's mother is good at making cakes، يعني مامة هبه جيدة في صنع الكيكة. هتقول لي ايوه true. طب هبه's father is bad at reading Arabic، يعني بابا هبه سيء في قراءة العربي. هتقول لي false، لان هي قالت ان هو good at reading Arabic. تعال نشوف يلا سؤال القطع معانا. بيقول لي hi I'm Dalia، I am 11 years old. I'm in primary 5. Primary 5 حبايبي يعني الخامس الابتدائي. كلمة primary شكل ما شفناها ابتدائي. I am good at playing football and making cakes. I'm bad at playing handball، يعني أنا سيئة في لعب الهاندبول. Asir is my brother. Asir ده أخويا. He is good at playing tennis، يعني هو جيد في لعب التنس. And he is bad at helping me in the kitchen، بس سيء في مساعدتي في المطبخ. My sister's name is Salma، أختي اسمها سلمى. She is good at doing math، يعني هي جيدة في حل مسائل الرياضيات. She is bad at tidying her room، بس سيئة قوي في ترتيب غرفتها. والداليا is good at playing، داليا جيدة في لعب ايه؟ طبعا هي قالت انا جيدة في لعب كرة القدم، يبقى football. طب آسر is good at playing ايه؟ قالت طبعا ان اخوها جيد في لعب التنس، هكتب على طول تنس. السؤال الثالث حبايبي بيقول وات از اسر باد ات، هو اسر ده سيء في ايه؟ طبعا شكل ما شفنا في القطعه هي قالت ان اسر ده سيء في مساعدتها في المطبخ. يبقى طبعا هقول هي از باد ات هيلبينج داليا، يعني سيء في مساعده داليا. In the kitchen، يعني في المطبخ. تعال نشوف نمبر 4، بيقول واتس سلمى جود ات، اه يا ترى سلمى بقى اختهم جيده في ايه؟
طبعا شكل ما شفنا ان هي جيدة في doing math، يبقى اذا هقول she is good at doing math. She is good at doing math يعني هي جيدة في حل مسائل الرياضيات. تعالوا نشوف يلا حبايبي سؤال التوصيل، بيقول لي what are you، اكيد what are you good at يعني انت جيد في ايه. Monkeys are good at climbing trees، اكيد هي جيدة في تسلق الاشجار. طب اللي بعدها بيقول لي what are your، اكيد هقول what are your favorite sports يعني ما هي رياضاتك المفضلة. طب I'm bad at هجيب يا اما فعل في ing يا اما اسم، بقول making dinner بي. بعدها بيقول لي are good at walking across the desert، مين حبايبي اللي بتبقى جيدة في المشي في الصحراء؟ هتقول له مستر الكاملز الجمال. علي is good at، انا عايز ايه؟ هتقول لي verb plus ing يبقى playing tennis. Monkeys are good a climbing trees، هتقول لي good at يا مستر. I am very good at، هتقول لي فعل في ing يبقى drawing يعني انا جيد في الرسم. Number 5 I'm bad at a cakes، هتقول لي making يا مستر عشان bad at بيجي وراها verb plus ing. تعالوا نشوف يلا الترتيب، بقول لي you و are و what و at و good، سهل قوي دي يا مصر. يبقى what فعل مساعد، are فعل بتاع you، good at what are you good at. طب اللي بعدها at are monkeys good trees climbing، اكيد هقول monkeys القرود يعني are good at يعني جيدة في فعل في ing بتاعنا climbing وبعدين trees يعني الأشجار. تعالوا نشوف يلا حبايبي الجزء الخاص بالماث. طبعا هنا بقى هو مرتب لي المسائل ترتيب عمودي، يعني حاطط لي الأرقام فوق بعضها، هيبقى الموضوع سهل قوي بالنسبة لي. تعالوا يلا نجمع 2 plus 4 6 7 plus 2 is 9 3 plus 1 is 4. يلا نحط الديسمال بوينت بتاعتنا and 5 plus 3 is 8 طلع 8.496. تعال نشوف المسألة التانية يلا 6 plus 9 is 15، هكتب ال 15 كلها هتقول لا هكتب ال 5 وال 1 هحطه على الخمسة تبقى 6. 6 plus 7 is 13، هكتب برضو 3 بعدين ال 1 يبقى على ال 4 يبقى 5. 5 plus 2 7 احط البوينت بتاعتي، 3 بلس 5 هتقول لي از 8. تعال يلا نشوف مسائل الطرح، 6 ماينس 2 هتقول لي 4، 7 ماينس 4 هتقول لي 3، 5 ماينس 3 هتقول لي 2. يلا نحط البوينت بتاعتنا، 8 ماينس 2 هتقول لي 6. تعال نشوف يلا اخر مسألة معانا، 5 ماينس 4 هتقول لي 1، 3 minus 2 هتقول لي 1، 2 minus 1 هتقول لي 1. يلا نحط البوينت بتاعتنا، 7 minus 4 هتقول لي 3، تطلع 3.111. يلا بسرعة نروح للأسئلة اللي مديها لي على الدرس الثالث، وده في صفحة 79. بقول لي listen and write true or false، يعني برضو استمع وشوف الكلام ده صح ولا خطأ. بقول players play football on a football pitch، بقول ان اللعيبة بيلعبوا كرة القدم على ملعب كرة القدم. players wear football boots to play football، بقول ان اللعيبة دي بتلبس حذاء كرة قدم عشان تلعب كرة القدم. football is the most popular sport in Egypt، وهي اكتر رياضة محبوبة في مصر. karate is a good sport، كراتي طبعا رياضة الكاراتي برضو رياضة جيدة. when you do karate you wear a white suit، يعني لما بتلعب كاراتي بتلبس بدلة لونها ابيض. بقولي you wear a blue suit in karate، هتقولي طبعا فولس خطأ. football is the most popular sport، يعني كرة القدم هي اكتر رياضة محبوبة، هتقولي true اكيد في مصر وفي كل العالم. number 3 بقولي players play football on a court، بيلعبوه على كورت، هتقولي لا الملعب بتاع كرة القدم اسمه pitch يبقى دي فولس. طب تعال نشوف نمبر 4، بيقول players wear football boots to play football، بيلبسوا حذاء كرة القدم عشان يلعبوا كرة القدم، هتقول لي ترو. تعال يلا نشوف السؤال الثاني، عندنا جوجلز قلنا دي نظارة السباحة، كورت يعني ملعب بس كرة تنس، بول ده حمام السباحة، كونغ فو رياضة الكونغ فو.
بقول I go to a swimming A if I want to swim. أنا بروح لإيه السباحة لو عايز أسبح. أكيد swimming pool يعني بروح حمام السباحة. طيب I do high kicks in A. طبعا بضرب ضربات عالية برجلي لو أنا بلعب إيه. أكيد كونغ فو. يبقى هكتب هنا كونغ فو. I play tennis on a tennis A. بلعب رياضة التنس على التنس كورت. on a court اللي هو ملعب كرة التنس. I wear A to go swimming. بلبس إيه عشان أسبح. هتقول لي أكيد بلبس goggles اللي هي نظارة السباحة. تعال نشوف يلا سؤال التوصيل. بقولي when I play football لما اجي العب كرة القدم بعمل ايه؟ اكيد هتقول لي I wear football boots يعني بلبس الحذاء بتاع كرة القدم. هوصلها بسي. In tennis we use. بقولي في رياضة التنس بنستخدم ايه؟ اكيد tennis balls. tennis balls يعني كرات التنس. I use squash rackets يعني انا بستخدم مضارب لسكواش. هتقول لي انا بستخدم مضارب لسكواش دي عشان العب سكواش. يبقى to play squash. in kung fu I في رياضة الكونغ فو انا بعمل ايه؟ هتقول لي I do high kicks يعني انا بضرب ضربات عالية طبعا برجلي. يبقى دي letter B. طبعا اللي بعدها حبايبي السؤال الاختياري نمبر 4 وده في صفحة 80. بقول لي we play football on a football A. طبعا قلنا ملعب كرة القدم اسمه football pitch. اللي بعدها ان كاراتيه في الكاراتيه players wear بيلبسوا ايه؟ برافو عليكم. suits يعني بدل الكاراتيه ودي لونها وايت. وايت حبايبي يعني ابيض. طب تعال نشوف اللي بعدها. بقول التنس is played on a. طبعا الملعب بتاع التنس اسمه ايه؟ court. برافو عليكم. people swim in a swimming بيعوموا في ايه؟ في حمام سباحه. يبقى swimming pool. and football players wear football ايه؟ بيلبسوا ايه؟ كره قدم. هتقول لي football boots على حذاء كرة قدم. in tennis في رياضة التنس players use بيستخدموا ايه؟ balls. هتقول لي tennis balls يعني كرات التنس. number 7 بقول we hit the ball with a in a squash. بنضرب الكرة بايه في السكواش؟ هتقول لي with rackets. rackets حبايبي بمعنى مضرب. طب تعالى number 8 بقول I wear a to go swimming يعني انا بلبس ايه عشان اروح اسبح؟ هتقولي بلبس جوجلز اللي هي نظارة السباحة. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الترتيب. بقول swimming I pool go a swimming in. طبعا هنا عايز اقول انا اسبح في حمام السباحة. قلت الرياضات حبايبي اللي فيها ing بتاخد الفعل go فاقول I go swimming يعني انا اسبح. فين حبايبي؟ هتقولي in a swimming pool يعني انا بسبح في حمام السباحه. نمبر 2 بل يوز بلاي اي راكيتس تو سكواش. اكيد طبعا انا عايز اقول انا بستخدم ايه؟ ها مضارب عشان العب السكواش. يبقى هقول اي يوز. يوز حبايبي بمعنى استخدم. استخدم ايه؟ هتقول لي راكيتس. ليه؟ هتقول لي تو بلاي سكواش يعني عشان نلعب رياضة الاسكواش. نمبر 3 بيقولوا we tennis play a court on. طبعا اكيد هقول ان احنا بنلعب تنس على ملعب كرة التنس. we play يعني احنا بنلعب تنس رياضة التنس on a court يعني على ملعب كرة التنس. طب kicks kung fu I high do in. طبعا عايز اقول انا بأدي ضربات عالية برجلية في رياضة الجوفو. هقول I do high kicks. high kicks يعني ركلات عالية. in في يا حبايبي كونغوفو في رياضة الكونغوفو. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال الترقيم. بقولي I think it's an awesome sport. يعني اعتقد ان هي رياضة رائعة. طبعا اكيد الاي هتبقى كابيتال لانها في اول الكلام. think فعل يا حبايبي ما فيهوش اي حاجة. it's هتقول للاي تي ابوستروفي اس. لازم احط هنا ابوستروفي. I think it's an awesome sport. في الاخر طبعا حبايبي هحط فول ستوب لان دي جمله خبريه عادي. تعالى حبايبي يلا نشوف التدريبات اللي مديها لي على الدرس الرابع ودي هلاقيها في صفحه 85.
طبعا نون ايميشنز حبايبي معناها انبعاثات ضاره او غازات ضاره. طيب عندنا افتر يعني بعد، توكسيك قلنا يعني سام، اير فريشنرز قلنا حبايبي اللي هي المعطر بتاع الجو او المعطرات الجو. بول اي كانت بريذ يعني انا مش قادر اتنفس، بيكوز ذا اير از ايه، طبعا مش قادر اتنفس اكيد لان الهواء سام. يعني ايه سام حبايبي؟ هتقول لي توكسيك. طيب وي يوز ايه تو ميك ذا اير سميل بيتر، بنستخدم ايه عشان نخلي الهواء انقى؟ هتقول لي اير فريشنرز، يعني بنستخدم معطرات الهواء. There are too many air from cars، اللي بيطلع من السيارات. برافو عليكو، قلنا emissions، emissions اللي هي الانبعاثات الضارة او الغازات. We need to look at our planet، طبعا محتاجين نعتني بيه. قلنا نعتني بيه حبايبي اسمها look، برافو عليكو. After، look after يعني يعتني بيه، look after our planet يعني نعتني بالكوكب بتاعنا. تعالوا يلا نشوف سؤال الاختياري. بقول I had a bad dream، يعني انا حلمت حلم سيء. it was ايه الحلم السيء؟ قلنا بقول عليه، برافو عليكم، nightmare. اللي بعدها number 2، بقول gases from cars or factories are cold، قلنا الغازات اللي بتطلع من السيارات او المصانع بسميها، برافو عليكم، emissions. We should a our planet، هتقول له يا مستر look after، look after معناها يعتني بي. Number 4، بقول my little brother went to the a في دول because of problems with his breathing، خلي بالك لازم اكمل عشان اعرف هو راح فين. بقول عنده مشاكل في التنفس، يبقى راح فين؟ hospital، المستشفى. Number 5، we can't go to school because the air is too، مش قادرين نروح المدرسة لان الهواء ايه؟ هتقول لي لان الهواء سيء، ما ينفعش اقول جود ولا فريش، يبقى باد، يعني احنا ما قدرناش نروح المدرسه. نمبر 6، بقول اتس تو هوت، وان تو هوت يعني حر اكتر من اللازم. سو ام سيتنج ان ذا، عشان كده انا قاعد فين؟ اكيد هقعد في الظل، يبقى شيد. هل لو الجو حر اقعد في الشمس؟ هتقول لا. طب اقعد في المطر؟ لا، ده الجو حر. تعال نشوف يلا صفحه 86، سؤال الترتيب. بيقول لي يوز هاوسز وي اير فريشنرز our and in، طبعا حبايبي عايز اقول ان احنا بنستخدم معطرات الجو فين؟ في بيوت. يبقى هقول we، احنا use، نستخدم air fresheners يعني معطرات الجو فين حبايبي؟ هتقول لي in our houses يعني في منازلنا. طب تعالوا نشوف السؤال الثاني. بقول لي go park the play to I to، طبعا اكيد انا عايز اقول ان انا بروح الحديقة لكي العب. يبقى هقول I go يعني انا بذهب to the park يعني بروح الحديقة، to play يعني لكي العب. بعدها need after to we our planet look، طبعا اكيد انا عايز اقول ان احنا محتاجين ان احنا نعتني بالكوكب بتاعنا. يبقى we need to يعني نحن نحتاج ان، طب يعني ايه يعتني بي؟ look after، طب يعني ايه كوكبنا؟ هقول our planet. يبقى we need to look after our planet يعني محتاجين نعتني بكوكبنا. بقول read and match، يلا تعالى اقرا ووصل. بقول on holidays يعني في الاجازات، we هتقول لي طبعا اكيد بنلعب على الشاطئ. يبقى we play on the beach يعني بنلعب على الشاطئ. طب تعال نشوف number 2، بقول toxic is a، toxic حبايبي اللي هو سام، وسام حبايبي معناها ان هو سيء للاكل او للتنفس، يعني ولا اقدر اكله ولا اقدر اتنفسه لانه سام. فعشان كده هقول toxic is very bad to eat or breathe، فحوصلها بدي. طب acid means، acid قلنا الامطار الحمضية دي حبايبي معناها ان فيها كيماويات كتير، that it has chemicals in it يعني فيها مواد كيميائية كتير. طب we use air fresheners too، احنا بنستخدم معطرات الجو ليه؟ هتقول لي ايوه انا عارف، to make the air smell better يعني عشان اخلي الهواء ريحته كويسة. تعالوا حبايبي يلا على سؤال الباراجراف، واللي بيكلم لي عن الـ air pollution. و air pollution حبايبي اللي هو تلوث الهواء، ومديني كلمات شكل emissions اللي هي الانبعاثات الضارة او الغازات، وbreathe بمعنى يتنفس، ولونجز بمعنى رئتين، وعندنا air بمعنى الهواء، وtoxic بمعنى سام.
طبعا هنا لازم ابدا واقول ان تلوث الهواء خطير جدا على صحتنا، يبقى هقول air pollution is very dangerous، يعني تلوث الهواء ده خطير جدا. طب يا ترى مين اللي بيسبب تلوث الهواء؟ اكيد طبعا الانبعاثات اللي طالعة منين حبايبي؟ من السيارات والمصانع. يبقى هقول emissions يعني الانبعاثات from cars and factories cause air pollution، يعني بتسبب تلوث الهواء. طبعا لازم اقول شكل ما شفنا ان احنا ما بنقدرش نتنفس لما الهواء يكون سام واسود، يبقى هقول we can't breathe يعني ما بنقدرش نتنفس when the air لما يكون الهواء is toxic، توكسيك حبايبي بمعنى سام. طبعا هقول حبايبي ان هو سيء او ضار على الرئتين، فهقول it's، طبعا هكتب تحتي هنا عشان ما تتلخبطش، it's bad for our lungs يعني سيء على او ضار على الرئتين. طبعا عايز اقول ان احنا محتاجين ان احنا نعتني بالكوكب بتاعنا، يبقى we need to look after our planet، يعني احنا محتاجين نعتني بالكوكب بتاعنا. طبعا لازم الباراجراف يكون في مقدوري انا بحيث ان انا اقدر اكتبه، يعني كلماته تكون من القطعة وسهل علي ان شاء الله. تعالوا نشوف حبايبي يلا التدريبات اللي مديها لي على الدرس الخامس والسادس في صفحة 92. عندنا كلمة owner، owner حبايبي يعني شرف او تكريم. عندنا كلمة flag يعني علم، carried يعني حملة. عندنا تايكوندو، تايكوندو اللي هي رياضة التايكوندو. بقول لي هداية ملاك is a famous Egyptian A player، طبعا هي لعبة ايه مصرية؟ هتقول لي تايكوندو يعني لعبة تايكوندو مصرية. قلتلكوا خلي بالكوا حبايبي ان الدبلو هنا منطوقة، خلاص يعني اسمها تايكوندو ما اسمهاش تايكوندو. طيب بيقول لي she is one of the two people who ate the Egyptian A at the Tokyo Olympic Games in 2021. طبعا هي كانت واحدة من اتنين رفعوا العلم، يبقى carried. طيب رفعوا ايه مصر؟ هقول علم مصر اللي هو Egyptian flag. At the Tokyo Olympic Games in 2021, this is a great A. ده ايه عظيم؟ تقولي the great owner، owner يعني شرف عظيم، great owner يعني شرف عظيم. تعالى حبايبي يلا على سؤالي التاني، قولي هدايا ملاك won the bronze، طبعا وكسبت الميدالية البرونزية، يبقى ميدل لكن بيدل يعني البدال بتاع العجلة، وبرايز يعني جايزة، فطبعا اللي بتبقى برونز حبايبي بتبقى ميدالية. هدايا ملاك carried the Egyptian، طبعا هي حملت الايه المصري، هتقولي Egyptian flag. harmful chemicals cause water A، طبعا المواد الكيميائية الضارة بتسبب تلوث الماء، يبقى هتقولي water pollution، water pollution اللي هو تلوث الماء. never throw يعني اوعى ترمي A in a near lake or beach، هتقولي اوعى ترمي قمامة، القمامة حبايبي اسمها garbage. cartridges حبايبي اللي هي الحبارة، وplants يعني نباتات. نمبر 5 بيقول dirty water can make children and old people، المية اللي هي المتسخة دي واللي ممكن تخلي الأطفال والناس الكبار مالهم، برافو عليكو. ال وال بمعنى مريض. تعالوا نشوف يلا سؤال التوصيل، بيقول هداية ملاك is a famous، هتقول is a famous Egyptian taekwondo player يعني لاعبة تايكوندو مصرية مشهورة، حصلها بي. rivers lakes and seas، طبعا الأنهار والبحار والمحيطات قلنا دي كلها بقول عليها مسطحات مائية، يبقى are water bodies. C water pollution can، بقول لي ان تلوث الماء ممكن يعمل ايه؟ هتقول لي kill organisms، organisms بمعنى الكائنات.
فبالتالي هقول D. Save as much water as possible يعني وفر مية على قد ما تقدر. وصلها بA. تعالوا نشوف حبايبي يلا القطعة بتاعتنا في صفحة 93. بيقولوا when harmful chemicals go into water bodies like rivers, lakes and seas we can call this water pollution. قلت لك لازم اقرأ الجملة كلها على بعضها عشان اعرف اترجمها كويس. وليه لما المواد الكيميائية الضارة بتنزل المسطحات المائية شكل الانهار والبحيرات وكمان البحار ده بنسميه تلوث ماء. Water pollution can kill organisms that live in the water such as fish, birds and crabs. قال لي طبعا ان تلوث الماء ممكن يقتل الكائنات اللي عايشة في المية دي شكل الاسماك والطيور اللي بتتغذى على الاسماك وكمان الكرابس الكابوريا. It can also kill birds that eat the fish. وكمان ممكن تقتل الطيور اللي بتاكل الاسماك. Water pollution can cause animals to lose their homes and change their habitat. طبعا بيقول لي ان تلوث الماء ده ممكن يسبب ان الحيوانات دي تفقد المواطن بتاعتها وتغير المواطن بتاعتها الطبيعي. تعال نشوف السؤال الاولاني. بيقول water pollution can A organisms ممكن يقتل اكيد الكائنات يبقى kill. Water pollution cause animals to A their habitats بيسبب ان الحيوانات بتسيب بتترك بتغير يبقى change their habitats. السؤال الاولاني بيقول what causes water pollution يا ترى ايه اللي بيسبب تلوث الماء. هتقول له يا مستر اللي بيسبب تلوث الماء هي الكيميكلز المواد الكيميائيه. يبقى هكتب كده chemicals المواد الكيميائيه. نمبر 4 بيقول how can water pollution kill birds بيقول ازاي ممكن يقتل الطيور. يبقى هكتب كده اكيد because لان birds الطيور دي eat the fish يعني بتاكل الايه السمك خلاص. والسمك ده طبعا اكيد بيبقى فيه كيماويات ضارة اللي بتقتل الطيور دي. طبعا السؤال الخامس بيقول لي اكتب بايوغرافي عن محمد صلاح او عن a famous Egyptian person. بس هو مديني طبعا مين حبايبي محمد صلاح. طبعا هسيب لك في صندوق الوصف تحت رابط للفيديو اللي انا كاتب فيه بايوغرافي عن محمد صلاح وازاي اكتب بايوغرافي عن اي سبورتس بيرسون يعني اي رياضي مشهور. تعالوا نشوف حبايبي يلا الامتحان اللي مديهولي في بيج 97 صفحه 97 وده امتحان على الوحده بالكامل. برضو اول سؤال مديهولي سؤال الليسنينج. بيقول لي I play football on a football pitch. I wear football boots. When I do karate, I wear a karate suit. I go swimming in a swimming pool. I wear goggles. I play tennis on a tennis court. I play squash with a racket. طبعا قطع سهلة خالص حتى لو هو مش جايب لي انا اقدر احلها. Will I use goggles when I play football? اكيد هتقول لي false. غلط طبعا. I go swimming in a swimming pool. اكيد true. I play squash with a racket. بلعب squash بالراكت. هتقول لي اكيد true. طب I use a tennis ball when I do karate. هتقول لي لا طبعا false. تعال نشوف يلا السؤال اللي بعده. بقول rivers. rivers حبايبي بمعنى انهار. lose بمعنى يفقد. طبعا عندنا chemicals يعني مواد كيميائية. organisms بمعنى كائنات عضوية وكائنات حية. بقول when harmful A go into water bodies like A lakes and seas we call this water pollution. طبعا لسه قرينا حبايبي. يبقى when harmful اكيد chemicals يعني لما الكيميائيات او المواد الكيميائية الضارة بتنزل فين حبايبي المسطحات المائية. قلنا water bodies اللي هي المسطحات المائية. قلنا شكل ايه والبحيرات وكمان البحار اكيد عايز مسطح ما يبقى rivers. rivers حبايبي بمعنى الانهار. بقول water pollution can kill A that live in the water such as fish, birds and crabs. دي بنسميها حبايبي بنسميها organisms يعني كائنات حية او كائنات عضوية organisms. water pollution can cause animals to A their homes بيسبب ان الحيوانات دي اكيد يا اما بتغير يا اما بتفقد حبايبي اسمها lose their homes. we should keep our water clean.
لازم نحافظ على نظافة ايه حبايبي؟ المياه بتاعتنا. تعالوا نشوف يلا سؤال التوصيل. بقول mom is very good. انا good بتاخد حرف الجر at، فهقول good at cooking يعني جيدة في الطبيخ. طب number two بقول it's time to get. it's time to get ايه؟ طبعا اكيد حان وقت الاستعداد للمدرسة، يبقى it's time to get ready for school. A that water can. بقول ان المياه المتسخة دي ممكن تعمل ايه؟ هتقول لي can make people ill، يعني ممكن تخلي الناس مريضة. طب تعال يلا نشوف number four. بقول emissions are. بقول الانبعاثات الضارة والغازات الضارة دي مالها حبايبي؟ قال لي هي gases from cars or factories، تبقى عبارة عن غازات طالعة من السيارات او من المصانع. تعال حبايبي يلا نشوف القطعة بتاعتنا واللي بتكلمني عن بطلتنا هداية ملاك. بيقول لي هداية ملاك is a famous Egyptian taekwondo player. She is one of the two people who carried the Egyptian flag at the Tokyo Olympic Games in 2021. This is a great honor. Hidaya was born on April 21st, 1993. She began practicing Taekwondo at the age of 7 and won many prizes at the age of 14. Hidaya won many important awards. Bulinia kisbit gawais. مهمة جدا. She won the bronze medal at the Rio Olympics in 2016. She also won the bronze medal in Tokyo in 2021. We don't know what the future holds for Hidaya. She is practicing hard. She really wants to win a gold medal. طبعا القطعة دي قرناها قبل كده في الدرس والمفروض نكون حافظينها كويس. تعالوا نشوف حبايبي بقى الأسئلة بتاعتنا. بيقول لي هدايا got the A medal in Tokyo. طبعا حصلت على الميدالية الA في أولمبياد طوكيو. طبعا هي حصلت على البرونز ميدال، الميدالية البرونزية. هدايا began practicing taekwondo at the age of. طبعا هي بدأت الممارسة امتى؟ هتقول لي في سن السابعة. When was Hidaya born؟ يعني امتى هداية ملاك اتولدت؟ طبعا بشيل when وبدل حبيبي هداية عوض عنها بشي، بعدين اجيب was born يعني هي اتولدت. طيب هنا هجيب حرف الجر on عشان جاب لي في التاريخ يوم on April في شهر ابريل 21st sorry يعني في 21 من ابريل 1993. السؤال اللي بعده بيقول what does هدايا want to do in the future؟ عايزه تعمل ايه في المستقبل حبايبي؟ طبعا شكل ما قلنا ان هي عايزه تكسب ميداليه ذهبيه، يبقى هقول she wants يعني هي تريد to win ان هي تكسب a gold medal يعني عايزه تكسب ميداليه ذهبيه. تعال نشوف يلا حبايبي السؤال الاختياري. بيقول سما is good at swimming، هتقول لي good بتاخد حرف الجر at يبقى good at. My sister is A at sailing. طالما في at يبقى هجيب يا good يا bad، يبقى اذا هقول my sister is bad. اللي بعدها بيقول لي a bad dream is called a، الحلم السيء قلنا بنسميه برافو عليكم بسميه nightmare. nightmare يعني كابوس. We use air fresheners to make the air A، بنستخدم معطرات الجو عشان نخلي الهواء A better افضل، اللي ريحته افضل يبقى smell. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الترتيب. بيقول born was she 5th on May. طبعا عايز اقول هي ولدت في الخامس من مايو، هبدأ بشي ولدت حبايبي اسمها was born، هاخد حرف الجر on وبعدين هكتب May 5th يعني هي اتولدت في الخامس من مايو. طب تعالوا نشوف يلا اللي بعدها. ذا وشي وميدل وان وبرونز، عايز اقول هي كسبت الميدالية البرونزية يبقى شي كسبت يعني وان. ذا برونز ميدل يعني هي كسبت الميدالية البرونزية. طيب بقول ار وجود وسكواش وات وفيري وذي، يبقى هقول ذي قبل الصفة لازم اجيب فيرب تو بي يبقى ار. طبعا في درجة للصفة يبقى بجيبها الأول very وبعدين good. good بتاخد حرف الجر at وبعدين جاب لي الاسم اللي هو حبايبي squash. تعال نشوف اللي بعدها number 4 بيقول do have Egypt what we in sports. طبعا هنا حبايبي أنا عايز أقول إيه الرياضات اللي عندنا في مصر، يبقى لازم أقول what sports كلها على بعضها، يبقى what sports.
طيب هجيب الفعل المساعد اللي هو دو، الفعل بتاعي وي، الفعل الاساسي هاف، وبعدين اقول ان ايجيبت، يعني الرياضات اللي موجودة عندنا في مصر. طبعا هنا بيقول لي حبايبي اكتب بايوغرافي عن سبورت ستار، يعني انا هكتب سيرة ذاتية لبطل الرياضية. وطبعا هنا مديني هداية ملاك، طبعا هداية ملاك المفروض ان هو مديني الموضوع عنها، فالمفروض ان انا بحفظ الجمل اللي انا بكتبها عن هداية ملاك من الموضوع ده، هيسهل عليا كتير جدا في كتابة الباراجراف. والباراجراف ده طبعا كتبناه قبل كده واحنا بنحل المعاصر، وكمان واحنا بنحل بيت باي بيت، ممكن نرجع له ونتدرب عليه ان شاء الله. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. واستنونا ان شاء الله في حل الوحدة الثالثة، بس طبعا شكل ما انتوا عارفين بعد ما نخلص شرحها وحلها من كتاب المعاصر الدرس الدرس. Goodbye. السلام عليكم.